نشهد الآن مراسم توقيع اتفاقية حق انتفاع بالأرض لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجا وات و600 ميجا وات تخزين بالبطاريات بمنطقة بمبان بأسوان بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة إميا باور. يوقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد عقيل بوهرة ممثلا عن شركة إميا باور.